النهارده انا اول مره اجي مستشفى بهية. انا كان نفسي الزياره دي اعملها من زمان الحقيقه، بس الصدفه الحلوه قوي قوي اللي خلتني اجي يوم عيد الام. انا فعلا عمري ما هقول حاجه مش حقيقيه، بس انا مبهوره مبهوره بجد بكل اللي انا شفته هنا، بكل الناس المتطوعين، بكل الدعم النفسي اللي بيقدموه، بكل العلاج اللي بيقدموه، وكل حاجه كل حاجه فور فري، علاج على اعلى مستوى، كل حاجه مجانا، علاج على اعلى مستوى ودعم نفسي على اعلى مستوى. انا تمنيت ان انا اعيش معاهم شويه، ده بجد فعلا. فعايزه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الام، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، وبجد بهيه في ظهر كل ست مصريه وكل المحاربات اللي هنا موجودين. انا اتعلمت منهم النهارده، وكلهم حكوا عن تجربتهم وهم اقوياء جدا ومحاربات.